بلاك بيري او سامسونج بيبداوا يعملوا الكلام ده كله، بيبداوا ينفستوا في الموبايل تكنولوجي او موبايل اندستري بشكل عام في مصر، وفعلا بيبدا يسبونسر الموبايل ابلكيشن عشان يقدروا يساعدوا الديفلوبرز وكده. انما الديفلوبر الاندبندنت عنده مشكله رهيبه جدا في الماركتنج وفي الانفستمنت اللي يقدر ياخده. الموبايل ديفلوبر اللي شغال في شركه كبيره ممكن ما بيقابلش المشكله دي، لان الشركه يبقى عندها تيم التسويق كويس، عندها ريليشنز كويسه، عندها حاجات كويسه بالعكس، هو بالتالي بيبقى شغال في كيان كبير في الاساس من الاول، فما بيواجهش الصعوبات دي. لكن بالنسبه للشركات الناشئه او للمبرمجين اللي بيشتغلوا بشكل فردي، ازاي ممكن المشكلات دي تتحل؟ يعني ازاي ممكن يقدروا يخرجوا وينافسوا في الخارج؟ والله انا شايف ان المشكله دي ممكن تتحل لما يكون الانفستورز اللي في مصر، الموضوع ده الانفستورز اللي في مصر مبدئيا يكون عندهم الجرأة ان هم يثقوا في الديفلوبرز دي، ويقدروا ايفالويتوا او يقدروا يبصوا على الموبايل ديفلوبرز الكتير او الشاطرين اللي بيعملوا شغل كويس او في مصر، وان تكون عين الانفستور او عين المستثمر ده كويسه، بحيث انه يقدر يلاقي ده وينفست جواه فلوس، عشان ان الراجل ده يكبر، وده بيدعم الاقتصاد، وده كله هيعود في الاخر على المستثمر ده. كذلك في ناحيه الماركتنج، والله انا شايف ان الموبايل ديفلوبر او اللي بيبدا شركه ناشئه فيها موبايل ديفلوبمنت محتاج يفهم او يستدي الماركت، وده مش بيحصل كويس في كل حته. قبل ما يبدا يستدي الماركت كويس اللي هو رايحه، يعني هو رايح انهي ماركت؟ رايح الماركت الجولف ماركت او الخليج، يستدي ماركت الخليج ويشوف ايه النيز بتاعته بالظبط تحديدا عشان يقدر ينزل الاب بتاعته. والله رايح لماركت بره مثلا اليو اس اي ماركت، طيب يبقى يستدي الماركت بتاع اليو اس اي ويشوف الكالتشر والثقافه بتاعت الناس دي عامله ازاي، عشان يقدر يديفلوب حاجه يعني زي ما بيقولوا ايه، تقابل المتطلعات او المتطلبات اللي بيحتاجها الماركت ده. للاسف احنا مش بنعمل ده، احنا كل واحد عنده فكره بيروح يعملها وخلاص من غير ما بيستدي الماركت كويس، ويتبوم يا مش بتبوم. وديت بنسبه مثلا بالاحصائيه الاخيره ديت، مثلا كنت عملت احصائيه 2013 على الحاجات الكتيره اللي اتعملت في الموبايل ابلكيشنز بيز على الماركت ستادي، لقيت ان 80% منها فشلت، لانها كان كل واحد عنده فكره بدا يعملها من غير ما يعمل ستادي كويس. نعم، مهندس احمد ربيع خبير تطبيقات الموبايل، شكرا جزيلا ليك. ده يخلينا مهندس تعليق صغير على الجزء اللي هي حته التمويل. في فكر ترند من ترندز بتاعت اواخر 2013 و2014 هو التمويل الجماعي من خلال منصات نشات جديده، بيطرح المبرمج او المطور فكره، ممكن يبقى فرد، ممكن تبقى شركه صغيره، ممكن حتى تبقى شركه كبيره، وبيبقى في عدد كبير جدا من الممولين. ممكن يبدا التمويل ب $100 وممكن يوصل ل $10,000 $50,000. في النهايه حصيله المجموع بتبقى كبيره، بس الريسك او المخاطره على كل ممول قليله. فالترند ده ممتاز جدا. ده بيحصل على مستوى العالم ولا حصل في مصر؟ ده بيحصل على مستوى العالم قبل كده، بس حاليا في الشرق الاوسط ابتدى يحصل، لسه في اواخر 2013. وفي شركه لبنانيه عملت الموضوع ده على شكل منصه، وبقت هي وسيط، يعني بيجي الديفلوبر بيحط الفكره بتاعته، التمويل الجماعي، الناس حضرتك ممكن تخشي تعجبي بفكره معينه، تقولي والله انا هانفست او هستثمر في الفكره دي ب $100. الفكره ايه؟ ان انت ال $100 بالنسبه لك مش حاجه صعبه قوي او مش خايفه عليها قوي، بس $100 في عدد كبير من الناس بيوفر أكيد. بس طبعا في ضمانات محترمه وقانونيه، ودي بتحتاج تشريعات، يعني دي الموضوع لابد من وجود تشريع قانوني يحفظ حق المستثمر الصغير ده، ويحفظ حق المبرمج او المطور اللي هيشتغل على الفكره. فده ترند يا ريت لو تتبنوه، ده هيحل مشكله كبيره جدا من مشاكل الشركات الصغيرة أو الأفراد. طيب نرجع لموضوع المنظومة أيضا، أو نكمل كلامنا في موضوع المنظومة الخاصة بتطبيقات الموبايل. اتكلمنا يعني المهندس شريف ماجد، وكمان عبر الهاتف مهندس أحمد، اتكلموا على فكرة التمويل والمشاكل اللي بتواجه صغار المبرمجين. ايه تاني في المنظومة دي موجود، العناصر الهامة اللي موجودة اللي لازم يكون فيها التعامل بشكل أفضل؟ هو العناصر نفسها بتاعت الايكو سيستم أو المنظومة ديت كتير جدا، بس أنا عايز أرجع تاني وأقول، يعني قبل ما أدخل المهندس أحمد، كنت عاوز أقول ان المنظومه في الاصل مفروض اللي يربطها او اللي يربط كل عناصرها زي اي دوله في الدنيا هي الحكومه. القطاع الخاص بيشتغل في ايزوليتد لاند، يعني بيشتغل في جزيره منعزله، كل شركه ايا كانت الدرجه بتاعتها، واتيفر هي اس ام اي، شركه صغيره، متوسطه، انتربرايز كبيره، بتحاول قدر الامكان انها تحقق مكاسب وارباح من خلال تواجدها زي اي راس مال بتاع قطاع خاص. الشركات اللي علاقه بتصنيع الموبايل او الاوبريتورز اللي هم مشغلين الشبكات، كل واحد فيهم بيبص للاهداف الاستراتيجيه بتاعته اللي لها علاقه بمكاسبه هو من القطاع ده او من قطاع الموبايل عموما. بس مين اللي يقدر يربط كل الناس دي ببعضها في اي دوله في العالم مش بس في مصر؟ هو الحكومه هي اللي تقدر تربط الايكو سيستم ده كله ببعضه، بانها
يعني الانيشيتيفز كتير جدا. ما اقدرش ننكر دور الحكومه في انها بتحاول تعمل حاجات، في انها مثلا بتدي فاندز لشركات معينه عشان تخرج تحضر معارض، انها بتقدر تدي فاندز لمجموعه مؤسسات مدنيه عشان تعمل تدريب وتخرج كوادر والكلام ده. بس انا هدي لحضرتك مثال صغير جدا له علاقه بمدى الخساره اللي مصر بتخسرها كل سنه. احنا كوادر البشريه عندنا اللي لها علاقه بالموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت او تطوير التطبيقات المحمول في مصر ضخمه جدا. في تجربه احد الشركات عملتها في الدلتا، قدرت تنشئ شركه في اقل من سنتين. يعني مش عايز اقول لحضرتك مدى النجاح العظيم او الكبير اللي قدرت تحققه، اللي اعتمدت فيه على عنصر واحد فقط، الا وهو ان المطورين اللي بيتخرجوا من الجامعات وهم شباب لسه صغير ما بيقدروش يسافروا القاهره علشان المرتبات وضعفها، وبيضطر يسافر ويقعد ويبات. والعنصر النسائي مهم قوي، البنات بالذات يعني. في بنات شطار قوي 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 بس خارج القاهره، فعشان تاخد فرصتها صعب. لما اتعمل الكيان ده في احد المحافظات، البنات كان لهم دور قوي جدا جدا في الموضوع ده. تمام. فده جزء يعني جزء مهدر تماما. قبل ما ادخل الاستوديو معلش هقتبس كلمه يعني او جمله من مهندس رامي قالها لي. قال لي دوله زي الهند مثلا سبقتنا كتير جدا في الجزء الخاص بالاوت سورسنج، مع العلم ان الدولتين طلعوا مع بعض في في في, في بدايات السوفت وير ديفلوبمنت. ليه؟ مش عشان الهند عندهم كوادر اقوى ولا افضل ولا احسن، لا، لان الحكومه راعت الموضوع بقوه. الموضوع ما بقاش في سمارت فيليج بنبنيه في مكان لشويه كابيتالز لشركات ضخمه وخلاص، لا، هي راعت الموضوع كله، المنظومه من بدايتها، قعدت كل الاطراف مع بعض، كل واحد فيهم محتاج ايه بالظبط، كل واحد حط احتياجاته الحقيقيه اللي هتقدر تخدمه، في الاخر الكونكشنز دي وصلتهم ان هم يبقى عندهم شركات قويه، ديفلوبرز اقوياء، انكم طبعا جاي من الخارج ضخم جدا، مفيش كوادر مهدرة. اي حد بيدخل كليه هندسه او كمبيوتر ساينس اليومين دول بيبقى هدفه انه يطلع مطور تطبيقات محمول، لانه عارف ان هي ترند، هي المستقبل، هي كل حاجه. بس وانس ان هو خرج بيواجه التشالنج او التحدي اللي انا قلته من دلوقتي، هو هيقبض كام وهو لسه شاب صغير، وهيسافر وهيروح وهيجي والكلام. فالمنظومه كلها محتاجه يعني زي ما بيقولوا كده تربيط، تتربى ببعضها اكتر من كل واحد فيه مشكله. طب يعني دور برضو المنظمات المجتمع المدني، ويمكن جمعيه زي جمعيه اتصال اللي حضرتك يعني مدير شعبه تطبيقات الموبايل فيها، المفروض دورهم ايه ايضا في هذا الموضوع، وازاي ممكن كمان يوصلوا هؤلاء الشباب للتعامل مع الحكومه وان الحكومه تدعم؟ ممتاز، ده فكره يعني بقى سؤال جيد جدا. جمعيه اتصال في الاصل قامت من اجل للاسف الشديد انها تفل الجاب بتاعت ادوار المؤسسات المختلفه. جمعيه زي جمعيه اتصال فيها دلوقتي اكتر من 400 يعني شركة. مثلا ايه بتقوم بدور الحكومه ودور الشركات الحكومة. يعني مش بدور الحكومه مينلي عشان بس نبقى فير واحنا بنتكلم، لا، هي بتدعم احتياجات الشركات الناشئه والصغيره والمتوسطه من خلال دايركت انتراكشنز او يعني تفاعل مباشر. هي بالطريقه الطبيعيه بتعمل ميتنجز، بتعمل ورك شوب، بتعمل اجتماعات ومعارض، بتسمع من الناس ايه احتياجاتها بالظبط. هل الاحتياجات دي لها علاقه بالتدريب، لها علاقه بالاستشارات، لها علاقه بان الناس محتاجه تسافر، لها علاقه بالناس محتاجه فند او محتاجه كاش عشان انفستمنت او وات ايفر. جمعيه اتصال زي ما قلت لحضرتك فيها اكتر من 400 عضو دلوقتي. احنا في الموبايل اب تاسك فورس او في شعب التطبيقات المحمول اشتغلنا او عملنا حاجة انا كنت متخيل برضو ان الحكومة المفروض تعملها، الا وهي ان احنا درسنا السوق المصري بتفاصيله في الجزئية الخاصة بتطوير تطبيقات المحمول. الدراسة دي شركة متخصصة بتعملها دلوقتي بقى لها اكتر من 3 شهور تقريبا، ونتائجها هتبقى متوفرة فور فري للشركات بتاعت جمعية اتصال او للمجتمع بتاع تطوير تطبيقات المحمول نفسها. ابتدينا نعمل معارض متخصصه للشركات اللي بتطور تطبيقات محمول، وابتدينا نسمع من كل طرف منهم اللي هو زي ما بنقول بقى الحكومه، شركات القطاع الخاص، مصنعي الاجهزه المحموله زي مثلا شركات مايكروسوفت وسامسونج، الشركات العملاقه دي، وابتدينا نحطهم في دايركت انتراكشنز او برضو تفاعل مباشر مع بعض، عشان كل واحد فيهم هيقدر يعني او بيبقى عنده نيدز معينه يقدر يحققها من خلال تكامل الايكو سيستم او المنظومه كلها بتاعه تطوير تطبيقات المحمول في مصر. طب لو اتكلمنا عن المعارض العالميه اللي بتقام تهتم بمجال تطبيقات الموبايل بالتحديد، ومدى مشاركه المبرمجين او المطورين المصريين فيها، وايضا الشركات المصريه الناشئه، هل بيكون متاح لهم الفرصه المشاركه فيها ان هم يشوفوا الجديد، يحاولوا حتى يسوقوا نفسهم من خلال هذه المعارض؟ هو يعني ده تعتبر احد القنوات الرئيسيه للخروج بره النطاق المحلي.
يعني عشان اخرج بره نطاق المحلي في وقت او في رحله واقدر اشوف اكبر عدد ممكن من الشركات الكبيره العالميه اللي هي بتليد التكنولوجي او بتتقدم التكنولوجي ده هو من خلال معارض. فاحنا عندنا معرض 3 جي اس ام برشلونه اللي هو بيقام كل سنه في شهر في اواخر شهر فبراير في اسبانيا. ده بيبقى معرض شامل لكل ما له علاقه بعالم الاتصالات بما فيها الموبايل وبما فيها الموبايل ابلكيشنز. ويمكن مصر كحكومه بيبقى لها تواجد سنوي في المعرض ده، والحق يقال يعني بتدعم تواجد الشركات فيه بشكل كبير جدا جدا. يعني في بعض المعارض المتخصصه للموبايل ابلكيشنز بس او تطبيقات المحمول فقط، وده في معرضين بيتعملوا سنويا، واحد في اوروبا واحد في امريكا اسمه ابس وورلد، ده بيتعمل بيبقى متخصص للنوعيه دي. بس يمكن ده ما حدش يعرف عنه كتير قوي لان طالما ما فيش دعم ليه او لاخره، يمكن احد وسائل الدعم هي الحصول على التاشيرات لحضورها يعني، ودي يمكن دي من الحاجات اللي بتقدمها الحكومه لما بتبقى رايحه معرض عالمي. في جايتكس اللي بيتعمل كل سنه برضو في دبي، ده برضو للتكنولوجي بشكل عام والموبايل بشكل خاص. وبقى في دلوقتي في سيكشن في سنوي بيتكلم عن الموبايل ابلكيشنز. في ايفنت صغير بيتعمل كل سنه في شهر 5 في دبي اسمه موبايل شو. موبايل شو ده برضو يمكن ده ميزته بقى عن الحاجات الأوروبية والأمريكية، إن هو له علاقة بالحاجات الشرق أوسطية، يعني منطقة الخليج شمال أفريقيا، ده بيبقى فيه تواجد كويس جدا للشركات المصرية، ويمكن تقريبا أقوى شركات بتبقى موجودة فيه كل سنة هي الشركات المصرية اللي هي ابتدت تتواصل مع الشركات الخليجية ومع الحكومات الخليجية من خلال المعرض ده. يعني بالتأكيد هيكون لنا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع، لكن للأسف وقتنا انتهى. مهندس ماجد شاكر المدير التنفيذي لإحدى شركات تطبيقات الموبايل، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أيضا بشكر مهندس شريف أسامة مدير شعبة تطبيقات الموبايل في جامعة الاتصال، شكرا جزيلا مهندس. شكرا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا من تكنونايل. كالمعتاد معنا في الختام تقرير عن الروبوتات وتحديدا أول روبوت مزارع في أستراليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله. العلماء وبعض المزارعين المبتكرين في أستراليا تعاونوا معا في ابتكار روبوت مزارع فريد من نوعه. هذا روبوت باجي يقود بنفسه ما يشبه عربة ملاعب الجولف، ويتفادى عقبات الطريق باستخدام كاميرات ونظام جي بي اس. وهذا الروبوت يعمل بجد في الأرض لتنقيتها من الحشائش الضارة التي تنبت وسط المحاصيل وتكبد المزارعين حول العالم خسائر فادحة، حيث تتنفس هذه الحشائش الضارة مع المحصول في الغذاء والماء مما يهدد إنتاجية المحصول. والروبوت باجي نتاجا لدراسات من مجموعة من العلماء، حيث طوروا ماكينة تستنفذ الكثير من الطاقة وتحتاج للإنسان لقيادتها، إلى جانب أنها ثقيلة وكبيرة الحجم. العلماء استبدلوا ذلك بروبوت باجي الذكي خفيف الوزن المطور، بحيث يقود بنفسه ولا يستهلك إلا كمية قليلة من الطاقة. واستخدام علم التكنولوجيا في الزراعة يؤهل العلماء من ابتكار أجهزة جديدة يوما بعد يوم، أجهزة للري وأخرى لزيادة إنتاجية المحصول مثل الروبوت باجي، لأنه في حالة نزع الحشائش الضارة من الأرض والتي تكلف المزارعين في أستراليا وحدها 100 الملايين من الدولارات، يتيح الفرصة في هذه الحالة لنمو المحصول بشكل طبيعي ويحصل على الغذاء دون منافس، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية. ويأمل العلماء في ابتكار روبوت له القدرة على تنقية البذور من أي شوائب لبذور الحشائش الضارة قبل زراعتها، توفيرا للوقت والجهد.